قداسة بابا من ساعة ما جه عمال يخطط ازاي يريح الناس، ازاي يعمل هيكلة تنظيمية لكل امور الكنيسة، ازاي يعمل لوائح تسهل على الناس مهمها، حتى تسهل على الاسقف في رسامة الكاهن، حتى تسهل على رئيس الدير ياخد مين لرهبان وما ياخدش مين. ده اللي بيفكر فيه سيدنا البابا. وما في ذلك موضوع الاحوال الشخصية، يعني لما اتكلمنا سوا سيدنا وانا في الاول بنقول ايه المخططات لبكره. طب انا ماسك المجلس الكليريكي ده دلوقتي قربت على 25 سنه، طب ما لازم نعمل اعاده هيكله. هل ممكن نعمل مجالس متعدده في اماكن متعدده؟ ده اللي بنشتغل فيه وبنفكر فيه. قداسه بابا طلب مني ان احنا نعمل مؤتمر للاحوال الشخصيه، وحضر فيه كاهن وقانوني من كل إبرشية عشان نتشاور ونفكر سوا فيما يخص التنظيم العمل. طبعا سيدنا قابل كل حد في الفتره اللي فاتت، واما بخمس في الفتره برضو الانتقاليه قابل كل الناس، بما في ذلك الناس اللي متطلقين مش عارفين يتجوزوا، او الناس اللي مش عارفين يطلقوا هم دول نسبتهم اغلب. والقداسة بابا كلفنا قابل وزير العدل عشان نعمل تسهيلات في القضاء واسراع في التقاضي حتى في المحاكم. الناس سمعت سيدنا بيتكلم كتير عن تسهيلات ونريح الناس. تخيلوا ان قداسة البابا هيغير قوانين الكنيسة. وبعدين لقينا جريدة من الجرايد في حوار ما مع حد من المحامين نسب للكنيسة وللبابا وللمجمع ان في مشروع قوانين جديد، وفتح الباب للطلاق على مصراعيه واضاف حاجات كتير، والناس هاجت وازاي الكنيسة هتعمل وازاي. الناس اللي عندها فكر، الناس اللي عندها عمق ديني. المهم عشان ما اطولش عليكم، لازم نفهم نقط مهمه قوي في موضوع الاعلام. اولا النهارده الصحف في مصر كترت جدا، والسباق في التوزيع سباق محموم، يعني كل واحد عاوز يقدم حاجه غيره ما يقدمهاش عشان يبيع. والملف القبطي ده من اهم الملفات اللي ممكن يوزع الحساء كتير. المسلم عاوز يعرف ايه اللي في المسيح والكنيسه، والمسيح عاوز يطمن على الكنيسه. فلما تحط الكنيسه في جمله وصوره البابا في الصداره كده، الجريده تتوزع في اليوم ده. المهم، وبعدين الاعلانات في حجمها مرتبطه بحجم التوزيع. شوفوا اعلى جريده بتوزع ايه، يبقى هتاخد اكبر حصه من الاعلانات. في نفس الوقت النهارده في كل جريده بقى في شخص مكلف بالملف القبطي. الشاب ده صحفي تحت التدريب، انت امسك الملف يتعين ويتثبت ويترقى، يبقى لازم يتواجد على صفحات الجريده كل يوم، ولازم يجيب حاجه غيره في صحيفه تانيه مش عارف يجيبها، يعمل حوار غيره ما يعرفش يعمله. والصحافه يا اما خبر يا اما معلومه، فيجيب الخبر ولا المعلومه الجديده. فتلاقت مصلحة الجريدة مع مصلحة مجموعة محامين أرزاقية أكل عيشهم على كوارث الناس وقضاياهم. فالمحامي ده إدى لنفسه الحق إن يقول اللي هو عايزه، وألف قانون جديد، والصحافة تخيلت إنها بتنشر اللي غيرها مش هينشره، وصفحة وزيادة عن موضوع وهمي لا وجود له على الإطلاق. لدرجة أنا اضطريت أكلم قداسة البابا، لقيته كان في اجتماع، كلمت السكرتارية وشرحت له. فسيدنا كلفني ان انا ارد فورا في نفس اللحظه. دخلت على قناه مرمرقس، حللت اللي قلت لكم دي بس شيء من التفاصيل شويه، ووضحت لهم الكنيسه بتفكر في التسهيل على الناس من خلال التنظيم، من خلال هيكله المجالس، وليس بتغيير القوانين. واكدت لهم ان البابا تودروس هو امتداد للبابا شنوده، وان قوانين الكنيسه ممتده من الكتاب المقدس، والكنيسه على مر عصرها كانت وستظل متمسكة بالكتاب المقدس فيما يخص الأحوال الشخصية. سيدنا الحقيقة بعدها طلع في حوار برضو مع أحد الإعلاميين وأكد نفس الكلام، قال إحنا مش هنغير قوانين الكنيسة فيما يخص الأحوال الشخصية. فأرجو ألا نحمل مواقف سيدنا في أبهوته أنه يسمع لكل الأطراف، أو أنه بيتكلم عن التسهيلات تفهم منها أنها تغييرات في القوانين. لا، الكنيسة القبطية على مدى العصور متميزة
في هذا الأمر. موضوع الانتخابات بتاع البابا هلخصها في ثلاث عبارات. أولا انتخابات كانت تتميز بوجود الله من A to Z في الانتخابات، والسبب في أنبا بخمس دخل ربنا في الموضوع من خلال الأصوام والصلوات والآخر. الانتخابات كانت منتهى الشفافية إلى أبعد حد، وحتة الشفافية دي وراها قصص كتير جدا، وراها حاجات معروفة وحاجات مش معروفة. النقطة الثالثة، الانتخابات كانت انتخابات منظمة جدا، دقة في التنظيم، والسبب وراء التنظيم مجموعة شباب صغير اسمهم كشافة الكنيسة القبطية، الأفكار أفكارهم وهم اللي نفذوا هذه الأفكار، عشان من الظلم أن ينسب التنظيم لشخص، وحقيقة الأمر وراء التنظيم مئات من شباب الكنائس كشافة الكنيسة القبطية. أكتفي بهذا القدر. الحقيقة سيدنا احنا مش بعناش من نفس كتير، أنا إن إن شاء الله كل سنة هيبقى ده لقاء ومؤتمر، حتى لاحظتوا الإيميل اللي جالكم النهاردة إن اللقاء الثالث، وحنستمر باستمرار في لقاءات خاصة بالأسرة، والأسئلة واضحة أهيت. سيدنا النهاردة فرح شعب مودستو، وطبعا أبونا الكاهن أبونا قدس أبونا يوحنا اللي بيشرفنا النهاردة بسيامته لشمامسة في رتبة بسالتوس وغنوستوس بدياكن، وبكرة إن شاء الله هيفرح هيورد بقداس، وبرضو الناس اللي من سان هوزيه اللي هيمشوا دلوقتي يعرفوا إن إن شاء الله سيدنا بكرة هيزور الكنيسة في سان هوزيه الساعة 12 تقريبا، عشان يبقى في وقت اللانش اللي يحب يجي ياخد بركة سيدنا. ماشي يا ابونا صليب كده صح؟ بنكرر شكرنا لسيدنا ومحبته وصلواته من أجلنا، وبعد ما هنختم سيدنا هو بيوزع البركة هنديله ميكروفون يقول لنا رد على سؤال، هل الكنيسة ليها دخل في موضوع اثيوبيا ولا حتى مش ملهاش دخل؟ مين الليلو يا دوكسا باتريكا يوكي اجيوب نفمار كاي كيستوس هي اوناستوني اونون امين تنوشي فولي بجو امسجيو بنشوين سيسوس بام ابقورو انت ابقو افتن في بالخني اسمو ادخن بي ايهو اما شوم ستي امونو ونينان اكتشي ادخاري سمو سيستيم اتقوي بنت ملشي تيم اتخلو انت ياكوب بنو جنا انت ماسو صالة بكت يتصد بنت دافيد تي صوفية انت صول بابن امام برقليتم في طفي جيني ابوستولوس بشيسف اي قارب انخن مبتاهو ارات فن بنيوت الطيوت ان ارشيرك بابا افاتا وادروس نم بنيوت ابسكوب افابول افنوت انت ادفب اي تقروهي جنو اسرونوس نهان ميشن رمبين انت افسفيو انو قاجي تيرو سابا سيت انو بتشالف جين كولم طوبي بخريسو سيريا قنت افكان انو فيناني فلخن او اهريني قطب ابنشتين ناي كريا ليسون كريا ليسون كريا افلو جيسون امين اسمو ويرو رويس تيمي تانيا كوني ايفول قوم باسمو بخريسوس بنوتي امين السشوبي. ايها المسيح الهنا ملك السلام، اعطينا سلامك، كر لنا سلامك، اغفر لنا خطايانا، لك الملك والقوة والمجد دائما أبديا أمين. اللهم اترأف علينا وجعلنا مستقيمين وقلب شكر. يا أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يأتي ملكوتك والآن محبة الله الآب ضابط الكل نعمة ابن الوحيد ربنا ولهنا مخلصنا يسوع المسيح شركة موهبة عطية الروح القدس فلتكن مع جميعكم امدوا بسلام. سلام الرب. هندخل في اثيوبيا سيدنا بس هتحامل بقى عشان ايه ابونا انك تاخرك. موضوع وزع البركه وانتوا وقفنا الاطفال الصغيرين تعالوا. بكره ما فيش اجتماع الكرمة علشان خاطر احنا استمتعنا بسيدنا بقى اليومين اللي فاتوا دول، هنأجله الاسبوع الاول ان شاء الله في شهر الثالث. ليه احنا الاول الثالث موضوع الحبشه. الحبش عندها ميه كتير، مش محتاجه ميه، عندها مطر. طب بتعمل السدود ليه؟ نمرة سؤال. نمرة اتنين، اللي بيدعم الحبشه في مشروعها مين؟ ليه؟ وايطاليا ليه؟ عايزين يحلوا مشكله الحبشه
هي بس المشكلة تكمن في مدة تخزين المية اللي ورا السدود دي. وعلى فكرة السد ده مش هيبقى السد الوحيد، ده في سلسلة من السدود. لو المدة طويلة مش هنشعر بالمشكلة. بعد ما السد يتملي ما يقدرش يسيب المية وراه ويخزن عليها ولا يغرق اثيوبيا. إذن هي مشكلة مدة التخزين. طب هما بيخزنوا مية ليه؟ اثيوبيا عالية جدا على هضبة عالية، والمية اللي هتنزل هتنحضر ده هتولد كهرباء كثيرة جدا. اثيوبيا بتعمل حسب تحليلي الشخصي تعمل السدود دي عشان تبيع كهرباء وتبيع المية. هتبيع مية لمين؟ هتبيعها في حاره السقايين؟ لا، تبيعها لإسرائيل. إسرائيل سبق وطلبت من مصر مية ومية رفضت على مدى عقود. النهاردة رقبتنا بقت في إيد الحبشة من خلال إسرائيل. ها، نعد المية من عندكم لإسرائيل ولا نقلل المية اللي هتعد على النيل؟ إذن لو عاوز يحل المشكلة يقعد إسرائيل مع مصر مع الحبشة هتتحل المشكلة. واضحة؟ إيه دخل الكنيسة بقى بمصالح خاصة بالاقتصاد؟ إيه دور الكنيسة؟ الكنيسة هتأثر على الحبشة فيما يخش دخلها المادي؟ طب الكهرباء؟ الكهرباء عشان تتصدر لجنوب أوروبا، إيه اللي وديها أوروبا؟ في شبكة كهرباء ماشية من مصر لأردن ووصل لحد تركيا، وتركيا عاملة شبكة ممتدة إلى جنوب أوروبا. يعني الحبشة تقدر تمشي الكهرباء عبر مصر لحد ما توصل أوروبا، تقدر تبيعها. الموضوع اقتصادي بحت، وعلاجه مع اقتصاديين وسياسيين، والكنيسة لا علاقة لها بهذا الموضوع. والكنيسة لو أقحمتها لن تجد قبول في هذا الكلام. ممكن نروح نجامل ونروح معاهم ونحاول، انما حقيقة الامر القعدة قعدة ناس بتوع سياسة يحلوا مشكلة اسرائيل في المية من خلال مخزون المية اللي هيتعمل في الحبشة، ويحلوا مشكلة جنوب اوروبا في الكهرباء من خلال تصدير كهرباء الحبشة، وانت في مصر في المقابل يتاخد مبلغ عشان مرور الحاجات دي ينزود لك حصة المية، يا على الاقل من اثرش على حصة المية. ده بوضوح شديد، واعتقد بعض قيادات البلد فهماه. وعايز اقول لكم بصراحه، يعني بعد الحوار اللي حصل في رئاسه الجمهوريه ده، يعني العاقل يبعد عن الموضوع. الخيار العسكري وارد ازاي؟ انت عندك جيش، تصدق ما تشوف الدبابات اللي في الشوارع المصريه شكلها ايه؟ ما فيهاش الكاوتش للسير، يعني السير حديد من غير كاوتش، يا كاوتش متاكل. جيش ايه؟ انت عندك اقتصاد؟ ده لما دخلت الحروب كنت مجهز اقتصادك عشان الحروب. انت بلا دولار في بنوكك هتخش حرب. حرب مع مين؟ زمن الحروب بين الدول انتهى يا جماعه من زمان. سيدنا نيافتك كنت عندنا هنا من سنتين، ولما سألوك سؤال رأيك ايه في مصر كنت نيافتك متفائل جدا جدا جدا. انا كنت متفائل، قلت ايه ساعتها؟ نيافتك قلت هتبقى احسن واحسن واحسن. مر سنتين وواضح التفاؤل على لهجة نيافتك. انا حقيقة الامر الثورة كانت ممكن تبقى مبشرة بالخير لو مشيت بعيد عن التيار اللي مسك البلد، دي حقيقة. إنما في وجود هذا التيار لازم ياخد دروس من الأخطاء اللي وقع فيها، لأن في مشكلة حقيقية حاليا من جهة الاقتصاد بتاع البلد، مفيش نقاش. فصلوا إنه ربنا يتدخل بشكل، يا إما يستفيدوا من الأخطاء اللي موجودة، يا إما